لم يكن هناك أي اقتحام للمخيم ولا حتى خلاص شباب بس الكل بده هذه الناس اغلبها نايمه، وش صاحي وش كذا زي هيك، ما سمعنا ولا شيء. زي ما تقول ضوء بوجهنا، وش زي ما تقول انفجار قوي شديد. هلعنا على المنطقه، لقينا شباب زي ما تقول شيء مستشهد وش اصابات، اخذناهم على المستشفى والحمد لله رب العالمين، وهذا اللي صار.